ينضم إلينا مراسلنا من رام الله عميد شحادة. عميد صباح الخير، مرحبا بك معنا. لو خضعنا في تفاصيل هذه الأخبار الأخيرة. رشيد، قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم مخيم الفارعة بالقرب من مدينة طوباس. حصلت مواجهات هناك، اقتحموا هذا المخيم لتنفيذ اعتقالات. حصلت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة، فيما رد عليهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي مباشرة، فأصاب شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 21 عاما، أصيب بالرصاصة في قلبه ونقل إلى المستشفى. بعد ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاده، وهو الشاب يونس تائيه يبلغ من العمر 21 عاما. سيتم تشييع جثمانه ظهر هذا اليوم في طوباس. في الأيام الثلاثة اليوم وبالأمس وأول أمس، كل يوم شهيد في منطقة مختلفة. أول أمس كان في قباطية، أمس في جنين، اليوم في طوباس. والاقتحامات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من الضفة الغربية مستمرة في أكثر من منطقة. هذه الليلة قوات الاحتلال الإسرائيلي رشيد نفذت اقتحامات في مدن الخليل ورام الله ونابلس وجنين. في جنين حصلت اشتباكات مسلحة، رد مقاومون فلسطينيون في بلدة اليامون بإطلاق النار على جيش الاحتلال الذي يقتحم المدينة، وهو ما يجري عادة في الشهور الأخيرة أن يواجه جيش الاحتلال في تلك المنطقة بالرصاص كما تحصل اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين. وهنا أيضا في بلدة سلواد نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقالات، كما حصل الأمر ذاته في نابلس في بلدة بيتا بنابلس وفي مناطق متفرقة من مدينة الخليل. بحسب آخر المعلومات، على الأقل 17 فلسطينيا اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حملة المداهمات المستمرة والتي لم تتوقف طوال الشهور الماضية في الضفة الغربية، ويكون نتيجتها كما شهدنا اليوم في طوباس أن يكون هناك شهداء وجرحى، وكما شهدنا بالأمس أيضا في جنين مع كل عمليات اقتحام هناك يسقط شهداء ويرتقي جرحى وتزداد حملات الاعتقال في الضفة الغربية، مع تركيز جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية في تجديد عملياته في تلك المناطق. الرشيد.